احتفلت الكنيسة بالرسامة الشمسية للشدياق فراس ظريف عبد ربو في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بوضع يد المطران بولس مرقدس على رأس الشماس، وذلك بحضور المطارنة وحشد من الكهنة ورئيس المعهد الإكليريكي الأب الدكتور يعقوب رفيدي وكاهن رعية الكنيسة الأب حنا سالم والراهبات والشمامسة وأهل الشماس وعدد كبير من المؤمنين والمجموعة البابوية البيتجالية. وبعد طلبت جميع القديسين ووضع يد المطران على رأس المتقدم تلاها صلاة التكريس، وبعد لباسه البطرشيل والدلماتيكا من قبل الإشبين الأب سامر مدنات، قدم المطران التهنئة للشماس الجديد الذي يستعد لرتبة الكهنوت المقدس. فالعالم والمجتمع الذي نعيشه اليوم يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة لكي يكرس حياته لله، حيث كانت شجاعة الشماس في ثلاث مجالات: شجاعته ليقول كلمة نعم، وأيضاً لتكون حياته خدمة في عالم اليوم، والشجاعة الثالثة هي للعيش بحسب المشورات الإنجيلية الثلاث، وهي الفقر والطاعة والعفة. ها هو الشماس فراس عبد ربه الذي قال بأن الدعوة هي نداء داخلي مستمر للخروج من الذات لتعلم المحبة بكل حق. سادت الفرحة الكنيسة بالتصفيق الحار والزغاريت ابتهاجاً لهذا الخادم الجديد في حقل الرب. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة. مبروك على الجميع، اليوم ارتسم شماساً الشماس فراس عبد ربه في كنيسة البشارة في بيت جالة، فهذا فرح عظيم للجميع، للعائلة طبعاً، للسمينار البطركية اللاتينية في بيت جالة، وللكنيسة كلها في الأرض المقدسة، خادم جديد في حقل الرب. وهذه السنة والحمد لله سيقوم المدبر الرسولي المطران بيتسابالا بسبع رسامات شمسية وكهنوتية هنا في القدس أو في عمان أو في الناصرة، فهذه بركة فعلا كبرى من قبل الله، فنحن نشكر الله. صحيح اليوم بيت جالة في فرحة كبيرة جدا بتكريس أحد أبنائها اللي هو فراس عبد ربه، هذا الكاهن اللي من ذرية آل عبد ربه، العائلة التي أعطت القديس الأب أنطون عبد ربه اللي ضحى بكل حياته مشان خدمة أهلنا في شمال الأردن في الحصن. ربنا كلل هالسنين اللي مضت بهاللحظة هاي، والحياة بدها تكمل، الحياة بدها تكمل بخدمة بعد الحفلات هاي كلها والمحبة اللي بأخذها، الواحد بأخذ طاقة حتى يخدم. بالنسبة لي هذه الشعار اللي أخذته هو بجراح يشوفينا، لأنه فعلا إحنا مع المسيح مسيرة شفاء مستمر، شفاء داخلي، وهذه خبرتي أنا مع يسوع المسيح. أنا من زمان وأنا بستنى في هالساعة، هذه ساعة فرح للأهل، ساعة فرح لأهل بيت جالة كلها. ببارك للجميع، ببارك للبطركية اللاتينية في القدس، وببارك للسيمينير، وأهلا وسهلا في كل الناس اللي أجوا حضروا الاحتفال. هذا شيء بيرفع الراس طب أكيد، وأنا فخورة في ابني فراس اللي وصل لهذه الدرجة. أنا كتير اليوم مبسوط أن أشارك في رسامة أخي فراس عبد ربه، الرسامة الشماسية. كشماس بشجعه وبصلي له حتى يكون ممتلئ من الروح القدس كشمامس الأوائل، حتى يخدم الفقير ويخدم كلمة الرب بشجاعة، بمحبة وبإيمان كبير. الشماس فراس ظريف عبد ربه هو ابن هاي الرعية، فيها تعمد، فيها ثبت، فيها حس بالدعوة، وفيها اليوم برتسم شماس إنجيلي لكنيسة القدس وأبرشية القدس للاتين. هي فرحة كبيرة لنا، للرعية، لأهله، لجميع أبناء الرعية، وبنشكر ربنا على هاي النعمة، وبنتمنى له كل خير وكل بركة، إنه ربنا يقدس روحه ويعمل فيه ويعمل من خلاله. دعوة الكهنوتية هي صوت ربنا في الإنسان، وإحنا في هاي الفترة نرفع صلواتنا حتى ربنا يبعث شباب للكهنوت، لأنه الكنيسة
من غير الكهنوت زي الإنسان اللي موجود بالصحراء وبيبحث عن ماء الحياة. فالكهنوت هو ماء حياة الكنيسة.